السلام عليكم، معاكم محمود من قناة روبا لايف. النهاردة أنا هتكلم على امتحان اللغة الروسية الخاص بالإقامة المؤقتة. الإقامة المؤقتة في روسيا الآن بقى لازم يكون عندك شهادة تثبت إن أنت بتجيد اللغة الروسية. بس هو الحقيقة مش امتحان اللغة الروسية بس، لا ده أنت بتمتحن كمان في المعلومات العامة، في التاريخ، في تاريخ الحروب والاستقلال والأعياد القومية، معلومات كتيرة جدا. إن شاء الله في الحلقة الجاية هناقشها معاك. النهاردة حلقة أو يعني فيديو بلوج كده بمقدمة، وإن شاء الله أنا هخليك تعدي الامتحان ده بإذن الله لو أنت تابعت معايا الحلقة الجاية. هقول لك الأسئلة الشائعة، هم أسئلة كتيرة جدا، بس أنا بحكم يعني إن أنا قابلت امتحانات كتيرة وعدى عليا امتحانات كتيرة في موسكو، فإن شاء الله هساعدك في الأسئلة وفي الأجوبة. تابعوني الحلقة الجاية إن شاء الله. وقبل ما أقفل الحلقة دي لازم أأكد لك على حاجة، إن أنت محتاج طبعا عشان تعدي الامتحان ده تجيب فوق 70% في امتحان اللغة. بالنسبة لامتحان القانون والمعلومات العامة، أيوه هتمتحن في القانون والمعلومات العامة، ده أنت محتاج إن أنت تعدي 50%. في ناس روس حتى لو امتحنوا الامتحان ده 10 مرات مش هيجيبوا ال 50%، ده لمعلوماتك يعني، علشان لا قدر الله لو دخلت الامتحان ده وسقطت أو دخلت قبل كده وسقطت، يعني تبقى عارف ان الموضوع كان صعب، ما كانش يعني ان هو حاجه سهله وانت فرطت فيها او انت منيح، لا انت بس محتاج حد يساعدك، وانا ان شاء الله هساعدك واقول لك ايه الاسئله، ان في ناس بتروح وهي مش جاهزه خالص، فانا اجهزك ان شاء الله وتقدر تجيب بال 50% المطلوبه واكتر كمان. بالنسبه للغه دي انا مش هقدر طبعا اساعدك فيها قوي لان انت المفروض اللغه تعرفها، لكن اقدر اعمل لك جايد شويه في ان ازاي تعدي او ازاي تكون جاهز محضر نفسك لجميع الامتحانات المختلفة، لأن امتحان اللغة متقسم لأربع حاجات، في كونفرسيشن، في سماعي، في اختيار متعدد، في الفيديو يعني المحادثة بيعملوها معاك، بتصور فيديو وبتحط الباسبور قدام الكاميرا. فطبعا كل ده هقول لكم عليه في الحلقة الجاية إن شاء الله. تابعوني وإن شاء الله محدش هيسقط بعد كده في الامتحان ده، وكل الناس هتعدي الامتحان. كل اللي هيتابع معايا القناة إن شاء الله، او اللي كله هيتابع القناه والفيديو الخاص بالار في بي تيست، ان شاء الله هينجح. وثقوا في نفسكم وثقوا في قدراتكم واسمعوا الكلام، وهتتاكدوا بنفسكم ان الاسئله اللي انا بجيبها لكم هيجي زيها او شبهها او هي بالظبط في الامتحان بالاجابات اللي انا هقولها لكم. ان شاء الله نشوفكم على خير وفي حفظ الله. لو في اي اسئله او اي شيء انا برقم الواتساب بتاعي محطوط في بعض الفيديوهات ممكن تاخدوه منه، ممكن تواصلوا معايا، واي اسئله عندكم ان شاء الله اجاوبها لما يكون عندي وقت. ربنا يكرمكم كلكم ونشوفكم على خير في حفظ الله. مع السلامه.